بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، نلتقي بكم في لقائنا هذا اليوم وقبل الأخير في محاضرة تحت عنوان تقييم المخالفات الأخلاقية في العمل، إضافة إلى ذلك بدائل التعامل مع المخالفات الأخلاقية في العمل. تقييم المخالفات الأخلاقية: عندما تصدر عن أحد العاملين في المؤسسة أي من المخالفات التي تتعارض مع ميثاق وقوانين المنظمة، فإنه يجب دراسة وتفحص تلك المخالفة من جميع جوانبها حتى نستطيع إصدار الحكم بأن ذلك تصرف أخلاقي أم لا. ويجب تحري الدقة في ذلك، فقد يكون ما يعد مخالفة أخلاقية مقبولا في مجتمع ما أو مؤسسة ما، وبالتالي يجب اتباع الخطوات الآتية في التعامل مع المخالفات الأخلاقية. 1- جمع الحقائق والمعلومات ذات العلاقة بالتصرف. 2- تحليل المعلومات ومقارنة التصرف بالقيم الأخلاقية المنصوص عليها في قواعد العمل ومع القيم السائدة في المجتمع أو مكان العمل. 3- إصدار حكم هي مخالفة أخلاقية أم لا، بالاعتماد على ما هو صحيح وما هو خاطئ ضمن قواعد السلوك والميثاق الأخلاقي. أما فيما يتعلق ببدائل التعامل مع المخالفات الأخلاقية في العمل، نطرح سؤال: لنفترض أنه حصلت تجاوزات ومخالفات أخلاقية من قبل العاملين في المؤسسة، وتم اعتبار أن ذلك التصرف غير أخلاقي ومخالف لقواعد وقيم وأخلاقيات العمل في المؤسسة، كيف سيتم معالجة هذه المشكلة أو هذه المخالفة؟ هنا لابد من الإشارة إلى وجود بدائل متعددة للتعامل مع المشكلات الأخلاقية وما يواجهنا من تصرفات غير أخلاقية في المؤسسة، ما يتطلب نظرة شمولية تحقق المصالح وتدرأ المفاسد، حيث تفرض عقوبات تأديبية لمن يخالف قواعد السلوك المعتمدة بما يتناسب مع حقيقة المخالفة والحقائق الخاصة بها. فعلى سبيل المثال، يمكن أن نتعامل مع المخالفة كالتالي: بتوجيه النصيحة المباشرة، أو لفت النظر الشفوي، أو التنبيه الكتابي، أو الوضع ضمن المراقبة، أو الحسم من الراتب، أو حجب الزيادة أو تأخيرها، أو الإيقاف عن العمل دون راتب، أو خفض الدرجة الوظيفية أو الأجر، أو إنهاء الخدمة، أو فرض تعويض مالي، أو اتخاذ إجراءات قانونية. وبناء على هذه الخيارات الكثيرة، يجب على إدارة المؤسسة أخذ الأمور الآتية بعين الاعتبار: 1- تحديد المشكلة أو المخالفة بشكل واضح ودقيق، وجمع كل المعلومات التي تتعلق بها. 2- تحديد المسؤول عن تلك المخالفة، مسؤول، موظف، مراجع إلى آخره. 3- الأسباب والدوافع وراء قيام صاحب المخالفة التي أدت إلى ظهور المشكلة. 4- تحديد المبادئ الأخلاقية والعمل الواجب القيام به في تلك الظروف. وضع الخيارات والبدائل للتعامل مع المخالفة الأخلاقية. 6- الاستعانة بذوي الرأي والمشورة للمساعدة على الخروج من تلك المشكلة. 7- تحديد خطة لحل المشكلة بحيث تقلل أو تمنع الأذى لأصحاب العلاقة في المشكلة. 8- وضع الحل والبديل المناسب لتطبيق القيم الواجبة أو العقوبة الرادعة تبعا لميثاق وقوانين المؤسسة. إلى هنا نكتفي بهذا القدر، على أمل اللقاء بكم في لقائنا الأخير واللقاء القادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.